قومنا لكن غير الاخ ابراهيم مغار الناشط الجمعوي ديال بني سيدي الجبل اول زياره غي جيت مجلس قنغ المقر التعاونيه من السعاده اللهم بارك زعما عجبين الحال الطاس الميلاد يسير غادي تتين مين غاتوزي الاول انا بعد ابراهيم خبر التوقف سيدي الفاق شان الكوفه في داني تتي المحتاج داني تتي دي الجبل سنة جو قدرة شان ناس الزار الاخ عبد الصمد الاخ رشيد زعما والله العظيم بالله فاحر الطاس الميلاد يسير زعما الامكانيات الجمعيه تبارك الله ما شاء الله التعاونيه هي ان شاء الله سيري مغزه ابريف نو ان شاء الله هما سيري مغزه وخزام بوغا تفا مش نسقاش شي ما تشطر تاع غزه سي باش يتبلا سيري مغزه ان شاء الله يعني غير الاخوان نهار عام ان شاء الله مشتوري غنزاره تبارك الله ما شاء الله هذه هي يجنونا في الزيتون مليح تما غادي الصوت باذن الله سيدي وين هذاك الشيء تبارك الله ما شاء الله زعما الزيتون عام غادي مليح أقوم المعصرة غدغاس معصرة يعني بمستوى حتى من قوس النس ما شاء الله يعني تجديد يجنو مشان زعما زاوبا مخن يعني جبير حاجة يعني تاتيا مشان دمس داك تمني غوم التوفيق والله تمني غوم التوفيق السي رشيد لاقش السي رشيد عاود زادي مش انا هو العاود لاقش السي رشيد من يجي ديال الجبل وليتا وسميتي ديال سي سي ربي سكيتي ديال فترايا شحال ينفع زبوان يدير هذا نيتا ابراهيم امغا ابراهيم امغا شحال ينفع لي ولا شحال يقول من بعد كوا سويتي وغير خطر ديك ويدي غير السبب باش اللي والله السبب تا شو طوال السين شي حاجه باش قاجي ولا قاي سبو يو قاي سبو اقا زامي غويا اللي ميدير ما نجيني القروا تجيبو يا مو غادي شنو خرج انا مشى نشد السيوغني ولا الخوفه لقيت مسلاتيني لا قاول ما جات قاول لي لقيت الشواكل استي وداك اللي غيني السنه انا اللي غادي المسؤوليه اني تعبد ولا صنع عشرين يوم في الميزانيه غيني صافي 8 خلال وكنا في مجلس قام دي الكماليات اني شيني بريد اني توقع القاكينه بريد من واي خريقني 80 مغنيه اني اعزو السارع استو نهار اسمه ابراهيم مغار ويدي شي نهار هذا يديك على الغوبين مغار ويروح لغابه ويروح وخاص اللي كتكتب على ريجين سكات كتبني ابراهيم لا خصها بالعكس بالعكس لا خرج زعما كتكتب عدو لي يموشني يا رزاق كتجي تي رئيسه غمارجه كمرا نقول واه واخا شي من داش غادي نشي نتمنى يولا انا غير غيرين لان نهار يجي تقدر باش نلقى كتفاء اتوال وين اتوال وصافي انتهى وين هما جسقا نهار شي نتكي غادي شي يولا هنا الا ذاك واظنون هو هذا وين ذوك بوضي نهار ابن البلاد يا رب واش يفعلوا لذيج نهار العالم تو غيبنى المال دو قسقاوين ولا غادي نور نهار بناء ذات شكون شي خص يبنى يخدم سر المواطن سر الدوله سر الجماعه سر القياده سر العمل سر بناء ذات كل شيء خص يدير قوي اقا نهار واش الوباء ماني في قواد دولو ماني في قواد العالم يكون راس سلماني المصير من غاس سلماني جا قانت رجو غاس سلمي ترجو وصيد عرب بخان غاي سلماني وشي نتمنى كشي غاد يري مليح لأنه عود نهار قديم يسمج الإرادة وجدين في قوى سوطس يدخل دير وقت المناسب نهار قيطس بسرينين ينقص نزاد بين ذي مجلس قان وخانت ولا الوباء إثماني ولكن إجراءات خلقا نقى سلمان الشد ذي المستوى ذي المستوى ونها السكيغش دبرت الثاني تاني نتواصل قان المغرب وازم ما بين أذيق تنظيم كأس العالم أتزان نهار وقان سقدوا لي هالشقل أقوم أتزان نهار وش الدول يدن العظيمة وتسوات الكونتر المغرب ما نجد نهار وظلت المال يوا المغرب نهار الحمد لله اليوم غادي يوصل ماشا دينو ناس قسكه ناس بالثمانيه كلشي غيبقى مليح ان شاء الله المنطقه يوم وزرا ماشي تبقى غادي يوصل الفقراء المحتاج يوم وزرا وزرا يا حبي نسي دار ربي سبونزا غيبقى من دي غير هان قال شويه تفجح شويه تموينا في غير هان في وذا نهار عاود قعاو ولا انتم تلقوا فافات وين ذا ضرام يدي تغير فان وتشكا مهم مار المحسنين يعاون غامرين لا ديك مشترك واش مالي عاش يجري يقيم يجري ماشي هذه الجبر دروس عاد واهني ولبو ودروس هو نتمنى ان شاء الله هذه هي المحسنين يخزان دي المحسنين عاود عاود نهار نهار التواصل الاجتماعي توري كل شيء كل يجني توارى بني سيدي ديال الجبل توارى ونخصنا اللي يدير خيقه المجال مفتوح وني زمان اللي يدير خيقه المجال مفتوح حتى واحد النهار ما يدير خيقه كل يجني توارى في ميديس توارى مضعف كل شيء نهار باين شنو الكلمه اخويا ابراهيم الله؟ انا اذن بانه نشي كيوذا كمواطن يطاوم بني سيدي قالش نهاية مزوارة نظام بأنه نشو خفي وعشا بأنه في قيمة ديال النظرة يعني قيمة ما لدي تغاقبه ولكن وشو سير دغاث ما فينو وسير حس المستضعفين حس الفقراء حس كيتسن معاناة سنة عيشان دون شميني بصغيو خشن حاجته وتجيبو صغيو كباش دبانو نير كا أذيك خشن حاجته مو
يعني تضيع يعني مجهود نشان الجنانيت. بالعكس شغلني صغيو صغيو خ المنكر، صغيو خ الظلم، صغيو خ الحقرة، صغيو خ يعني فهو من سيدات ماني في التوغا ماني دور نخو. الحمد لله ما مشتوري غناش زي ست ساونت قيوذان فتنان يوذان نوعاثن يوذان خذوا الشفاء والشغم ديال الشام الشفاء دوميني صوت مخفي خسكني وثاو بني سيدا اتسنم من غتسكن، لان الصوت نوم قد صوت نوم يجن الصوت يعني يعني خميني غتشهد مخبنا من شهادة الزور ما تسنتي الا السيد النيا يجن بنادم دخوان يجن بنادم غير ويكوابع على حدود الله يعني يجن بنادم تسلمت بانه يعني فاسد يعني يقف زمن في ولد بني سيدا الخو لاش لا طرق لا إنارة عمومية لا بجس كان لا رياضة شو بعد تبغى عن الفريق بني سيدا الجزائر وما شاء الله طبعا نجم فريق عظيم بغيت تيجي عاد غتار سيدا مش تصور شو زاد خصا في الرياضة ولا بالعكس شجعني ينجمو قد تبغى جينا الجن زعما ما ذكرنا سبب الفريق مش شجعني الجن هذا الجن داخل المدرسة ما فابو سيمانتينو سعد السمر تبغى تغير شنو جن سيمانتينو تبغى يعني ش ندي سقمو رميلينا بانه الميزانيه اللي غتوطي الشني ايوا بالوها اتوشن الدعم من زي النقل المدرسي باش الاباء وتخدي مليحه واش تبغي عجبير تما ما يسقاو يسمع لي ساليني والو غدني قرضي زكوده يعني يعني فاخر ديما يعني بسم الله توكل على الله لانه ديني وذان وزما بوخ تنعيش انا فرانك ثاونس ديني بنا مغاس ثلاثه ثاونس خدم غاز ديال النقل المدرسي هذه نبدا المهم غادي تحت 5000 فرانك ايوا المهم في بوي في بورا ميتصدم انه الميزانيه اللي صغير نزيد الطوموبيل هاكش ميتو غتخطى اثنين انه كسني الرياضه صغير الطوموبيل اسيدي جمع غير الرياضه احسن بعدا الحنجان وتحلبوا على المخدرات وتحلبوا باش الحشوه الحرير هذا شجعني على الرياضه شجعني الفن تو غنشي سبحان الله بني سيدا تو تستخدم الكره ما مرات تستخدم غاد الشدار الشباب ترفض المسرح ترفض الفيلم تقنام ويمجس قانا مسرحيات أنشطة وين مش تقول مش خوي خلاك وش خلا ما شاء الله زقامي ديوس المجلس يا اللاعب بكل صراحة مش زقودة اني غم زوارو فاحب لنا سمكن يجي المجلس عاما اديري مليح اديري وين شعط ودي دي اوروبا دي ارقا بس ما شاء الله زعما ديري المجلس يجي المجلس عادي بوين امي رخوز لي المنكر يتق المجلس سري اس سي اس انا السيد بوحميدة زعما كارثة كارثة بكل ما زعما والله العظيم تجيبو زعما انا كيس العدواني بالعكس وانا التواس واس التواس وجاري كيس غير الخير والاحسان نشجعيت غمز واد عقل جا غير انا غاس وين شنو الاطار ني شنو وين انا السيده يمكن تنقل بني سيده مش طول الحماس اللي تو غاس ولكن سبحان الله 0-0-0 زعما ضيع بني سيده ابري ذا الجين الجديد زعما لا وا زيد ابري ذا الجين الجديد عايز الله أبري ذا الجين الجديد روح زع أبري ذا مليار و 800 مليون عايبة المراقبة وديوز غير رقبا وال ثاني جاك مش ريس الجامعة قد يهان سوى الداي واز ماضي انت وضل تخزى هذا قد ينغزى وما نخدمه وبري جاء من جاء المجلس الجامعي شكا عيبة الله أكوب كيرا بخشة خواني تاتي بسرعة قال خو قاي اتراحي تكتب جيبوه قال خو أمشى أنا مش توارا بني فتي حاش يعني امشى لا ديش الحاج انا روح بزام قاعد غتسال خو عاد واحد نظام يقرع دمار يدور شي رمار ها يدور شي رمار وقف هذا المنكر شي القنغه كيبري ولكن القنغه كي المراقبه في نفس الوقت ضروري قواني تا سنتي ما ما السبب المراقبه الخو ماش مسميني وقع انا ابراهيم شنو فيه مغناناش بانه المشروع عاقيت الجهه لا تقيت العمل العمل اللي تيقين وحدس ايوا ماشي ولكن العمل خص بيوي نغلا وني ذا تشر الشركه هو واش سيدي ميم العامل ويراقبوا منايا ماشي العامل المجلس الجامع انت غير قلت تقريري السيد العامل سيني قيب لي ني كذا وما تقاش التقرير ماني جيت التقرير واش زعما تسخين كات 29 مليون ما ودوش 24 مليون هتخزاره مشانا ميم ودوش غنزار يمكن التسعة يمكن التسعة خو عام دوزين زقامي قصافي قرع مار مين غادي تسعى قصافي قال كطاشوني كم ماري يمنع الثمانيات الناس وي غادي يعني مين غادي تسعى كارثه زعما لا حول ولا قوه قي زعما قناديج المنكظم قران والله العظيم مين زيدهم بقى غالب لكني وكان جمعيه مين غتقم ذي ان شاء الله غادي يعذوا الوباء الجمعيه يعني يلا نكسر
التوصيل نكسي التوصيل يعني الوصل النهائي ان شاء الله كجمعيه نا زون قطص نحوايج غنغيش المشروع ان شاء الله نبدي صغراويين لي تشاني ما لي تجيغناش صغراويين على زون الواد الحار دينيش المشروع كي الاخوان ديني مره فاحن عجبس نرحال ان شويه 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 جار نغمار ان قلو ان قيقوده سيتو درينا سيو ضايع يعني هو درك شنو يعني في سلافين نامية حاشاكم نوانا ثنين التواليت يقصى ريرش وشي تعقب مني شو وفارغ طبعا عريح الصوت التواكي طبعا ان شاء الله نازل نقل مشروعة ماني جا نورمان مو اسيدي قعودت قلو يا رياضة نورمان مو الميزانية ازاي سجن ازاي سجن الواد الحار ازاي سجن مجلس قام الدراسة الواد الحار يعني الواد قل يسكس نقام واني عمر بشي شي وشي غيجمع لهم فاروق التيري وتغي تخلص نغا الوزارة ذا دوينه سي الناس اللي تقدم ايش الدراسه غير وين المركز فاروق الطاهري على حسب باش يعني الوزاره هذه الجهه غاس ندعم واد الحار ومن بعد هنا الناس الفام المركز واه واسي فهم المجلس ضعيف تما شنو الكارثه بحث كاين جمعيه اخويا ابراهيم قالت لي شغل المعطيات تاع زوذي الملف يا ونيت راه غي سي فاروق الطاهري ني سمين تي وضو مين تقدي الواد الحار لقاش فاروق الطاهري راه غي غاس اتصل غاك ما لين يزي النقطه يا ثاني تا النائب فاروق الطاهري اتصل غاك النائب ليلى احكي اتصل غاك اك 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 النائب جوس كان ابارشن ابارشن بويا ابارشن زعما رحبا بانه اثبتن اصلا شتغش خوبري ذني غانغ زي حسن الجار ار 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 القياده ار ار القياده والنذا بريد الجكاري في مرض مرض ها هذا هو يغوا واقع غالي الطموح الله يحفظك شكرا الله يحفظك يا قوم السيد السين المهم فما وشا ذوني ذوني السبب زعما زي توصل لك اكن النوابه ذوينا نقد الشكايات على العامل نقد الشكايات على وزير الداخليه ولكن لا حياه لنا من تونا صراحه يمكن مستقبل انا ديالي مستقبل نتمنى ان شاء الله مستقبل عاود سيدنا الله ينصرو الملك الله مين داش لنا مين شو لا تقبلكم منكم شكوى لانه صوت مخيجن خيجني وذان واش الشمالي السنه غير عقرب راه عقر الناس ولكن مجلس نقاشين شمثن شمثن ما غانشي نقيت نديني باش هذيك نمو لا نمشي نقيت نديني باش هذيك اجتهاد انا ديت غاو بريده باش نضي راقب ولكن ان شاء الله ماش توالي غنش يعني كي اكي وذان اكي بوبريتنا غانطقو ذاك وينه مره سخطن خل معايا من حيث المستوصفات الصحيه غانغشا ابراهيم دير مين تاغنش والو يكسر حيت المستوصف الصحي غانغشا يروح غنغض نمشي نجي الفكره تو غنقيت مواني عضو البناي اذا ني تاق تقوات الثوالي شي يمكن اقشتي داني تيا وغيري يجي البناي تو غنقين تيون في فوربو تو غدعامي ثل الجهه قاش دي اسنج هو نمشي كجمعيه جهويه نقاش المراسله وزير الداخليه باش يتحول يا مستوصف صحي المنطقه بني سيدي الجبلي كمال وقاش تسمى كنو كجمعيه ملي كنغوق امانه عن المراسله لانه بني سيدي الجبلي وليس بالمستوصف الان سولين يمكن والي سيدي يدير المستوصف اني غنرضي اسوا دي ديرها شخص ولا لا والو شخصيا هو كرئيس جمعيه ابغان الاعمال الاجتماعيه والتنميه الثقافيه والنهوض بالمناطق القرويه رمي اسغ الجمعيات وغاريج يجن تصوف يجن اسمى انه هاد خدمه فاون تقبيتشينا وانا بوش قد خدمت خدم خنس الامكانيات غاري الحمد لله غاري جنوين يجن جما يجن قاعده جماهيريه تاع سنادي غزات قانا يروح وخزابو غال كم مجلس ما مش كيتعامل نخو يسمى شكون يبدا تخدم ديك تاع والله منطقه براه باش غاين منافقين يتسمى خصنا شي ندور على بعد سنته منافقين مار 100% مار سيربو ولكن اغلبيه وخصنا جاتي ريد دقع قاني اشكا قشوينا ثنا شوينا مشي يعني ظهاي لا خصني رخيت اول منطقه هنا ياك ادي يا سعد انت شكارش اخويا ابراهيم والله العظيم نشفاح اولا فاحر على مي زعما صفاح غيوذ انا ولا توارى واه نش تقول ان جبتها وتقبيتها ميسي ورخت قبيتها بليسي دارت كمان خصها دير الملاح مار تبارك الله صفاح 431 شخص تغزل غانغي جن عدد لا يستهان يعني به ان شاء الله يعني قانيوث شنحي 10 مليون وكذا
ما راسي ودير كاس نقهوى زيفاراتي و تيضغابني سي داير الجبر يسب. ما شفت والو يمكن بقى شكل ما يسميه ما راه دي بوغري. لا لا كلشي. ما راه مساكين خو تغرب تبروي تشالنج ودير. كلشي يبد. قضية وظن داني تا ابراهيم قش يعني عندي ذات داث و تخدم من غامرت مريت تبلع. صحيح. لا يوظن باباس مي سوالو يعني يحوى قاين داير الجبر. تفغ تفغ ذات داث عمو مثلا ليس جنبيت ليس ليس الاب. ليس ثاون سابعة أو أربعة نين ثاون مرشن مرة فهمت تاخذ إي سيس عاود مرشن تصدقنا كي تصدق كل شيء قليل يعني جن كارثة زعما الصراحة يا نتعاون ذي تغي معاه تغي معاه زعما الصراحة شخص زاغ تبين سارق ذي رمضان لا حول ولا قوة إلا بالله على الله يجني داعي المحسنين إبراهيم السنة تزيد الجبل نشقى قاغهم تيشغهم يجني داعي المحسنين مرة من يهمة جمع ثاون بريسيدا قاش قسما بالله العلي العظيم إلا تقر مجهودينو باش هذا عاون غيوذان مارة عاون ماي عاون ماي قصيدة بالعالم باش تو ضغاي وذان مار والسين ماني غاثي في المعاوين هنا عاون ماي قش كلشي سلي بروف كلشي سوينات فما مين تسكن قي بونتا مين توشي لقى دي بونتا خصنا دنيني يسمنش مش حد توشي ذا في ذنيني شنو غنهبوا المشكل اللي جنحه ولكن الأهم هو نصفح يوذان تو ضغا المحتاجين غزا الله من والدي غزا يوذان ما تسلمني كارثة غزا شنو اسم توذرين هو غزا في توذرين ماني نطلع خش ما رات شو ما رات وزمات ويا حتى سكت كات واه هبد عمار واه قضي درع قسما بالله عاون باش نكمل المنايا باش نعاون البوبريز ان شاء الله نتمنى سي رب العالمين الوباء كورونا كوفيد 19 سيدي عافاك سيدي عافاك سيدي عافاك سيدي ربي عاقبني وذا غير خمس سنة عاقبني ختنا تا فوت تحب وكني واحد يجي نشاء لذلك صدق موني تغي خصنا ندير هذه حجه قش الحجه الحجه تيحول ذا حدا غا توذرينا وانتي السني حد اقوم توذرينا قوات انتي السني الجنة حج ما قمر حج العمرة خصها تكمل عمرة أو حتكمل عمرة ذا أسيدي عاود الجمعية دي أوروبا أسيدي وأنا غدت السكة مرات 8 ذا وقتي الشموال رغم أن غد أسن الشني وذان هو هذا من الشنغاي وذان ماني جاي وذان قوم فران أسيرة غادي راح نيت غالبا ريت هذيك سي مندن وها مني عاود لي أسنو شنو مرة وثني الشني كجمعية خان غدا أسن الشنمارة الفقراء المحتاج الشنمارة يوذان قسما بالله العلي العظيم ذا يوذان استهجن ملايا عاونوا انتم جزاكم الله خيرا يعني سبحان الله زام يعني تقريج المجهود ضام قران والله الا تقريج المجهود ضام قران قاسني تاوان بني سيدان الله يحمي الوالدين ميدوم غايني خلقهم خم فارجا بالعالمين ما رايثهم قاش والله الا تقري المجهود قاسنهم ما راه من ديننا تقري المجهود باش كنوا صفاحه ولكن قدر الله ما شاء ارفع علاقهم تقروثي زماين ان شاء الله زين المحسنين ان شاء الله ما نعاون نايت اقيك يوم ان شاء الله غا رمضان غاوينا ارغيب عن ان شاء الله المرض باذن الله ماشي سري غير نخبى بانه طولني جن الذين الحديث هو الحديث يعني قارش رئيس الحكومه غالبا هذا وضعنا عايشين مي العظام قام الزينه تيري قيمه صعبه هي قيمه شهر وزياده خو يقيم من عاد واه اي عايشين مي جن كارثه تمقرض غادي يحفظها ربي تما كنا يحفظ سيدي ربي عاون ديال تما تهون باش نسيغي ديما انايا جزاكم الله خيرا وتشكاري خشو التصاصات السماوات تشكاري رشيد تشكاري غمار الاخوان والمعصرات الزيتون هاكاو المعصرات والله يا ودي الزيتون تشكاري شيخ خويا ابراهيم خلق الزياره تلقي دانيت والله العظيم يعني بكل فرح نشماني ما ماني ما تاون بريسي دارينو غاسنا شرهنا الاشاره تشكاري شيخ خويا ابراهيم الله خير السلام عليكم.